متابعينا ومتابعي جريدة أهل مصر من كل مكان، احنا معاكم النهاردة من داخل مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية. زي ما حضراتكم شايفين يعني سيدات المنوفية ما شاء الله عليهم، يعني بيحبوا ان هم يجيبوا الرزق الحلال. سيدات المنوفية الإيد الشقيانة في محافظة المنوفية. النهاردة احنا معاكم مع تشويش البصل، يعني هنا في محافظة المنوفية بيجيبوا البصل ويبدأوا ان هم يجزقوه، فلما يبدأ ان هو يجزق ده اسمه هنا في محافظة المنوفية تشويش. احنا هنتكلم دلوقتي مع سيدات المنوفية، يعني اللي هيتكلموا معانا وهيعرفونا اكتر عن تشويش البصل. زي حضرتك يا حاجة، عاملة ايه؟ الحمد لله. قولنا بقى بتعملي ايه؟ احنا بنشرش البصل. معلش بنشرش البصل. تمام. بتبدأي شغل من اول الساعة كام؟ من الساعة 6 لغاية الساعة 7. لحد الساعة 7 المغرب؟ انت انا بقى زمان شايفانا كده. تمام. بتفضلي بقى لحد ما تخلصوا لحد ما نخلص النقلة دي كلها. الشعب بيتقسم علينا احنا الخمس. يعني يوم مثلا القرش ساعات بيبقى كويس ويوم لا. لا هو زي كل يوم. هي النقلة بناخدها بسعرها زي كل يوم، بس بيتقسم علينا احنا الخمس. ولو زدتوا؟ لا ما ولا انتوا الخمسه ثابتين؟ لو زدنا يبقى ما فيش قرش معانا بقى. هو قرش على قد يعني لو زدنا فر يبقى ما لهاش لازمه. هي كده حلو يعني الخمسه حلو. البصل بتبيعوه بكام؟ ب 11 جنيه. البصل الاحمر بيختلف عن البصل الاصفر ولا هو اللي واحد وقت؟ يعني مثلا في ناس بتحب البصل الحمر وفي ناس بتحب البصل الاصفر، هم جايين بقى عاملينها. يعني انا بحب الصفر تبقى حلوه في التقليه بتاعتي، لكن دي بتخلي التقليه غامقه. بتبقى حلوه في السلطه مثلا؟ في السلطه مثلا، في فراخ بتبقى مش باينه، بس في ناس بتحبها في التقليه بتاعتها برضه، هي بتبقى حلوه في ناس كتير كده. وحلو مش وحش، بس هي قلتها اللي بتبقى وحش. بس هو غالي علينا السنه دي. ايوه هو غالي السنه دي علينا. وماشيه كده الحمد لله. هي بقى ام ايمن بتروح تجيبه لنا كده ونقوم جايين احنا قاعدين نشرش. تمام. بيجي بقى البصل ده منين؟ من الفيوم. اشمعنى بتختاروا الفيوم؟ بصلها حلو. بصلها حلو. تصنيفه للسنه ما بيزرعش ولا يطلع اي حاجه. ما بيزرعش؟ لا. بيتنها حلو يعني طول السنه بيفضل زي ما هو، ما بيجيش في اخر السنه تلاقيه مزرع. انا انت وخازنك انت في بيتي. يعني انا في بيتي باخده بخزنه في عدايات. ممكن انت بقى ترميه على الارض على بعضه بنير. طب لما يترمي على الارض ده بيبقى ايه بقى؟ بيزرع برضه ولا بيبقى ايه؟ مش عايز يشم الهواء. يعني البصل مش عاوز يشم الهواء عشان يفضل كويس؟ عشان يتني البصله مفهومه بتنها زي ما هي. بتنشف بس ما تبقاش بقى زي دي كده زي الوقت. التنها ناشفه بقى وما بتبقاش مزرعه. يعني انت بتنصحي الناس ان انت يخلوش البصل يتعرض للهواء؟ لا. يعني مثلا يعملوا ايه مثلا؟ يعني مثلا قش روز. يعني مثلا انت هتاخدي 100 كيلو ترميه في الارض وتحط عليه قش روز. طب ما احنا هنا في المنوفيه ما بنزرعش رز، ففي ايه تاني بديل لقش روز؟ ايه الحلاوه دي؟ لا في هنا قش روز. ايه الحلاوه دي؟ اسمه ايه نجلاء؟ ايمن الاولاد. مش هو قش روز؟ ايمن حتى احمر يا بنت وجوزي حزين يا بصل. واللي وده اهو فلاح يا بصل. حزين يا بصل. اهو حزين اهو الفيوم يا بصل. يا بصل الفيوم يا بصل. قرب وتعالى علينا يا جدع. قرب وتعالى عند ام ايمن. ام ايمن قلب ام ايمن يا ام ايمن. محمد سبيح شارع صبرا ابو علم نص شارع مسعود. محمد سبيح اهو بتاع الخزين يا بصر. طبعا زي ما حضراتكم شايفين يعني فرحة سيدات المنوفية بالبصل، يعني ما شاء الله عليهم ايد شقيانة من البداية للنهاية. بتقوموا من الساعة 6؟ الساعة 6 الساعة 7. الشغلانه طبعا متعبه. يعني مش مش سهله خالص، يعني قعدتكم كده مش سهله خالص. يعني مرض السكر ومرض الضغط برضه. ما يعني احنا مرض السكر والضغط.
ربنا يرزقك. ربنا يرزقك يا رب ويبعد عنكم كل حاجه وحشه يا رب. زي ما حضراتكم شايفين هم يعني بيقولوا ان هو البصل بيجاب من الفيوم بسبب ان ميه الفيوم بتختلف عن الميه الثانيه. دلوقتي بقى احنا هنتكلم مع الست ام ايمن، هي اللي هتحكي لنا عن البصل وتاريخها مع البصل، يعني هي هنا شغاله ابا عن جد في بيع البصل. زي حضرتك عامله ايه؟ ام ايمن صح؟ لا ده انت هنا صوتك مسمع بقى، احكي لنا بقى عنك يا ام ايمن. يعني سمعنا ان انت الشغلانه دي واخدها من ايام باباك الله يرحمه. انا واخدها بقالي 52 سنه. بقالي 52 سنه. انت كام سنه اصلا؟ انا عندي 64. انت واخده 200 يا ماما؟ مش باين عليك. واخده 200 جنيه؟ انا بدي 200. مش قولي لي اصلا كده انا ما بعرفش عشان كده. انا بقالي 25 والله. انا بقالي 25 سنه شغاله. ثواني عشان صوتك واطي قوي. انا بتعب بتاعي كهرباء والله ابدا. انت اللي خفتي بالكهرباء. اذا كان هو مش بالكهرباء يلا. لا بالكهرباء بقالي 52 سنه شغاله في البصل. من يوم ما كان بقرشين ساغ البصل. تمام. واحنا شغالين في دي شغلتنا يعني. بتجيبيه بقى من الفيوم ولا من اول الفيوم. خالص ما بداتي ولا من اول ما بدانا خالص كنا شغالين من الشرقيه. وشغلنا واشتغلنا من طنطا. ايوه. واشتغلنا من البحيره. دلوقتي شغاله من الفيوم. ايه بقى الاختلاف؟ بصل الفيوم ما يعلاش عليه بصل. احلى بصل. بصل الفيوم ده احنا شغالين فيه، ده بقى الزبون بتاعنا كله بيخزن منه. لا بتخسر ولا بتزرع ولا بيجرى لها حاجه. وبصلة ممتازة ونضيفة. يعني مثلا لو تقولي نصيحة لأي ست بيت بعد ما تشتري من عندك البصل تخزنه ازاي؟ أنا بقول لها اللي بتيجي هنا بتيجي الزبونتي، بقول لها على طريقة الخزين بتاعته. بقول لها إن كنت عندك مثلا مكان واسع بتروح فرشاله حبة قش أو فرشاله كرتونة وترصه عليه. وتسيب بس. مش منه الأرض على طول؟ لا منه من الأرض لا، الصبة بتسخن عليه تهريه، البلاط بيحن عليه برضو إيه يبوظه. لازم تكون فرشاله حاجة. ما ينفعش الرمل؟ لا والرمل برضو على البلاط ما ينفعش. لا رمل على الارض عادي. على الارض انت عارفه لو على الارض عاديه من غير يعني ما تكونش صبه اسمان. على الارض العاديه تحطه. وتغطيه بقى بشويه قش رز او بشويه قش بصل تغطيه. يتنوا عندها للسنه الجايه برضو. من غير اي ما يزرع؟ من غير ما يزرع ولا يبوظ ولا يجرى له اي حاجه. بس هي التعليق اللي بيبوظه شويه. اللي عندها مكان بتعلق فيه بنصحها برضه ما تكون بتعلق ما تكبرش الشرش بتاعه. تعمل الشرش بتاع قد كيلو 2 كيلو وتعلقه، عشان كل ما الشرش بيبقى كبير كل ما البصله بتسخن بتنهري، ولو واحده انهارت بتبوظ اللي فيها. تمام. برضه يعني الناس بتقول لك ايه الفرق ما بين البصل الاحمر والبصل الاصفر؟ والله هما الاثنين حلوين، بس في بقى ست ايه البصله الحمراء دي بنحبها لايه؟ للمحشيات للصواني للحاجات الطواجن كده. البصله البيضاء حلوه برضه للطبيخ. مش يعني بتبقى للطبيخ حلو عن ايه؟ ما بتلونش الطبيخ زي الطبيخ. ما بتلاقي، انما الحمرة دي بتغمق الطبيخ. دي بقى بتبقى للمحشيات للصواني الحاجات اللي هي ايه؟ للسلطه الحاجات اللي هي الخضار. للبصل الحمرة دي. انما البيضه بتبقى احسن للطبيخ. تمام. عارفه برضه ان يعني بتجيبي توم والكلام ده؟ توم انا توم اللهم صل على كان الكاميرا المنوفيه مسجله معايا هنا. بعيدا عن مين اللي مسجل يعني التوم كان معاكي بعامل كام؟ اول ما بدا كان بخمسة جنيه وبستة جنيه. اوعدك يالا كان بخمسة جنيه وبستة جنيه. كنت ببيع الابيض بخمسة والاحمر كان بستة. حاليا دلوقتي بقى باربعين جنيه. والبصل دلوقتي عامل كام؟ البصل لحد دلوقتي بحداشر جنيه. ايوه يعني بيبدا من خمسة كيلو لحد خمسين كيلو لحد بحداشر جنيه. هو كان الاسبوع اللي فات كنا بنبيعه باتناشر. كان ب 12 و13 دلوقتي يعني عملنا في السعر بتاعه شويه، لان الناس الرجل هاديه عليه وما فيش يعني كمان الحاجه غاليه ما فيش استقبال عليه برضه. فقلت تيجي على نفسك شويه. نزلنا والله نزلنا عليه يعني نزلنا دلوقتي بقى ب 11 جنيه كله دلوقتي. في 11 وفي بصل بقى ما بيبقاش يعني ولا بد ناس بتبيعه ب 7 ب 8 ده بصل بقى مش بتخزين. بيلفوا في الشوارع يبيعوه بثمانية يبيعوه بتسعة يبيعوه كده، ده مش بيتخزن بقى. ده
وربنا يوفقكم يا حبيبتي ويصلح حالكم يا رب. ربنا يصلح حالكم يا بنتي. طبعا احنا معاكم دلوقتي من داخل محطه المنوفيه وتشيش البصل لسيدات المنوفيه. تشويش البصل لسيدات المنوفيه زي ما حضراتكم شايفين، يعني هم ما شاء الله عليهم بيشوشوا البصل وبيبداوا من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 7 المغرب. نقول لهم ربنا يقويكم، ربنا يا رب يصلح حالكم ويرزقكم من وسع. دمتم في امان الله ورعايته.